مالك يا حسن؟ مالي ورد في ايه؟ مفيش حاجة يعني، تعبان شوية. تعبان وانت قاعد مع ورد؟ وبعدين يا سيدي سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك. ما تقوم يلا عشان أوصلك الشغل. حسن، أنا قلت يعني إن أنت جاي تقعد معايا مخصوص. أيوة أنا قعدت معاكي. في ايه؟ في حاجة عايز تقوليها؟ حسن، هو أنت مش ناسي حاجة خالص؟ الظاهر انت الناس انا راجع من السفر وتعبان وفي دماغي مليون حاجه. في ايه يا ورده؟ يا حسن، انت زي النهارده قلت لي انا بحبك، ومن ساعتها لحد دلوقتي واحنا بنحتفل بيه كل سنه، يعني عيدنا يا حسن. انت نسيت ولا ايه يا حسن؟ نسيت، معلش. حقك عليا يا ست، ما تزعليش. عادي يا عم، ولا يهمك، انا مش زعلانه خالص على فكره، بالعكس انا ببقى مبسوطه قوي لما تقعد تحايل فيا كده. كل سنه طيب. من قلبك. انا هعدي عليكي بعد ما تخلصي الشغل. مش ممكن يا اكرم اللي انت جايبها لي دي، ما بتبطلش عياط، دموع دموع دايما دموع. ايه ده؟ طب هي راحت فين؟ نزلت تشتري شويه حاجات. انت مش اديت لها فلوس وقلت لها انزلي تشتري شويه حاجات؟ اديت لها فلوس. وما نزلتيش معاها ليه؟ ليه؟ هشتغل لها سكرتيره كمان يا اكرم بيه. لا ما اقصدش، انا بس يعني قلت كنت نزلتي معاها، نقيت لها كام حاجه على ذوقك كده. ذوقي؟ ذوقي ما يلقش عليها، وبعدين ذوقها يمكن يعجبك، شغلانتها بقى كمان وعارفاها. ده انت اتكلمتي معاها بقى وعرفتي حكايتها وحدوتتها. ما رضيتش انت تحكي لي، قلت اعرف بنفسي. ليه؟ هو انت بكل اللي انت فيه ده حد كان طالب يسمع حكايتك ولا حدوتك؟ اكرم، طالما اكرم البدري ما طلبش منك انك تتكلمي معاها وتلغي الكلام مالكيش فيه، يبقى المفروض ما تتصرفيش من نفسك. ما تتصرفيش من نفسك. هنا في ايه؟ هنا في بيضة. البيضة دي ما تطلعش على أكرم البدري عشان عيب، صح؟ هي لحقت تشتكي لك؟ ده القرف. لا هي ما اشتكتش ولا حاجة، بس أنا زي ما بحبش حد يعصي أوامري، ما بحبش حد كمان يتصرف من دماغه يسوق. أنا الحق عليا، كنت بوعيها وبفهمها، شايفاها مسكينة وغلبانة. حرام، فاكرك بتحبها، تخيل. طب ما انا بحبها فعلا. ايه مستغربه ليه؟ بحبها. ايه مفيش اخبار جديده؟ اخبار جديده ازاي؟ لا عارفه اروح لحد ولا عارفه اعزم حد، وحبيبه القلب انت حاططها لي هنا في البيت. ده انت بتغيري بقى. وما غيرش ليه يا اكرم؟ امبارح كنت ليا لوحدي، والنهارده جبت لي واحده تشاركني فيك، ومش بس كده، لا وكمان حطيتها معايا في نفس البيت. يا جبروتك يا اخي. حبيبتي انت حاجه وهي حاجه تانيه خالص. ودي لي اخبار جديده عشان ما ازعلش، انت عارفه ان انا زعلي وحش خصوصا في المطبخ. وانت عارف يا اكرم الا زعلك ما اقدرش عليه ابدا. بقولك ايه، هي الترابيزه دي جامده؟ قال يعني ما جربتهاش قبل كده. وماله، نجربها تاني وتالت. الله،
الجواب بيبان من عنوانه والمسقعه بتبان من بتنجانه. عامل لك شويه مسقعه هتاكلي صوابعك وراها. اخيرا يا بت يا فطني، اخيرا بقينا انا وانتي تحت سقف واحد. فاكره يا بت، فاكره يا بت كنت بجري ازاي وراكي في البلد وبرضه ما بتعبرنيش. يا بت الطاقي انت لسه هتقبي مكسوفي؟ احنا خلاص بقينا مع بعض. يلا افتحي بوقك. ها يلا. ايوه بالهاني والشفي. الا قولي لي يا فاطمه انت بقى نفسك في ايه؟ انا عن نفسي نفسي في وقت. ايوه انا معاكي كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس انا نفسي في وقت عشان يشيل اسمي. انا هسميه ابو الفتوح عبد معطي، الاسم ده مفيش منه اتنين. ايوه يا فاطمه انا معاكي برضو ان اللي البت رزقها واسع، خلاص نسميها ام الفتوح عبد معطي. انت ما تعرفيش يا فاطمه انا بحبك قد ايه، بحبك قوي. بس يا بت يعني ابقى استوري نفسك شويه كده، اصلي بتعب ومش بقدر ابص لك. كلي بقى يا فاطمه، كملي بقى اكلك لوحدك، مش قادر اقرب منك. رخا انت جبت المشوار ده كله عشان تفتح معايا نفس الحوار؟ مش كفايه انا ما كلمتكش على اللي عملته؟ اللي عملته انا عملت ايه بقى ان شاء الله يا ابن اختي؟ لما اكلمك يوم ورا التاني ما تقوليش على عسوس. طب عملت يا خالي؟ يا ابني في موضوعات ما ينفعش الكلام فيها في التليفونات، استنيناك لما تيجي عشان نقول لك. وديني جيت وعرفت الرد، انتهى الكلام. حسن افهمني، صاحبك انا قابلته وللامانه بقى راجل جدع وشهم وشاري خاطرك، ودخل البيت من بابه، ولولا شغلك في مصر كان فتحك انت اول واحد. وانا خايف على ناديه ومش عايزها تكون مع عزوز. الله، ليه؟ عشان بلياتشو؟ لا عشان هتموت. عشان هما الاتنين سكتهم مش واحده خال. عايزني اقول حاجه تانية؟ عايزك تقول حاجة خلك يصدقها يا حسن. الراجل عارف إن نادية عيانة وموافق. بيتهيألي كده الحكاية ملهاش علاقة بنادية. بيتهيألك؟ ما أنت طول عمرك بيتهيألك حاجات كتير وما بتحققش. فيها حسن؟ أنا خيالك ولا أنت نسيت؟ لا ما نسيتش. بس فين خالي بقى من 25 سنة؟ نادية دي شفتها فين؟ أنا شفتها فين؟ شفتها كم مرة يا خالي؟ أنا لولا إن أنا اللي بعدي عليك ووردك كل شوية في الرايحة الجاية كان زمانك ما تعرفش عننا أي حاجة. جاي النهارده محمول لها وخايف عليها؟ جاي النهارده بتعمل فيها ابويا وبتاخد قرار؟ بقول لك يا خالي اخلع انت من الموضوع ده، خليك في الاوهام بتاعتك، جايز تتحقق. السلام عليكم.